السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مروة من مطبخ مروة. النهاردة هنعمل مع بعض استبليه، نعمله بطريقة حلوة كده. نقول مقاديره ايه. انا النهاردة هشتغل على 1.5 كيلو دقيق، بس هسيب لك المقادير بالكيلو في صندوق الوصف. معايا 1.5 كيلو دقيق، معايا 900 جرام زبدة، معايا 5 بيضات، معايا 1 كوباية و3/4 كوباية سكر، يعني 2 كوباية إلا ربع سكر، ومعايا فانيليا ورشه ملح. هي دي كل المقادير بتاعتنا. اول حاجه هنعمل ايه، هجيب عندي الزبده، لازم تكون من التلاجه، زبده ساقعه من التلاجه. اول حاجه هجيب الزبده بتاعتي، الاول هضربها كده ضربتين عشان تفك يعني وتبقى كريمي، وبعدين هنضيف عليها السكر. هضربها بالمضرب وارجع لكم. دلوقتي حبايبي بعد ما ضربت الزبده كده خليتها يعني ناعمه، هعمل ايه، هنزل عليها بالسكر البودر بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نزلت عليها بالسكر البودر كده، وهضربها بقى بالمضرب الكهربي كويس جدا. وطبعا زي ما قلنا قبل كده، اللي ما عندوش مضرب كهربي ينفع يضربها بايده، هتاخد منه وقت لكن هتنفع وكل حاجه. هرجع اضربها تاني بالمضرب وارجع لكم. دلوقتي حبايبي بعد ما ضربت الزبده مع السكر كويس جدا، بصوا بقى القوام كريمي ازاي، بصوا قوامها كريمي جدا. هعمل ايه بقى، هنزل بالبيض بتاعي، بيضه بيضه ورشه ومعلقه الفانيليا، كل بيضه تختفي هنزل بالبيضه اللي وراها على طول. هحط بقى الفانيليا بتاعتي، حبايبي بعد ما خلطت كل الخليط اهو مع البيض، بصوا بصوا قوام حلو جدا ازاي، بصوا زي الكريمه، بصوا قوامه. هبتدي بقى انزل بالخليط دوت على الدقيق بتاعي. الدقيق بتاعي معلوش اي حاجه غير رشه ملح بسيطه، بصوا رشه ملح بين صوابعي كده، وهبتدي ايه اقلب الدقيق كده برشه الملح بس كده، وهنزل عليه بالخليط بتاع الزبده والبيض والسكر والفانيليا، وهخلطهم مع بعض كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدي بقى ايه اعجن الخليط ده كله كده مع الزبده. طبعا ما بنعجنش، يا دوبك بنقلب بس، بنلم العجينه لم بنقلبها علشان الزبده والدقيق يختلطوا كلهم ببعض، علشان كل الدقيق يشرب الزبده بتاعتنا بس كده، لكن ما بنعجنش. بصوا انا بلم لم اخد من دلوقتي حبايبي بعد خلاص اهي ما عجنتها، قلبتها، ما بنعجنش العجين ده خالص، ما بنعجنش السابليه. بعد ما قلبتها كويس جدا زي ما انتوا شفتوا كده من تحت لفوق، بصوا العجينه بتاعتي جميله ازاي، بصوا بصوا العجينه حلوه قوي جميله. هعمل ايه بقى، هغطيها ببلاستيك واحطها في التلاجة ترتاح نص ساعه قبل ما نبدا نشتغل فيها. ودلوقتي حبايبي بعد ما سيبنا العجينه ارتاحت معانا نص ساعه في التلاجة، بصوا اهو شكلها. هعمل ايه بقى، عندي هنا القطاعات اللي هعمل بيها الاستابليه بتاعي، عندي هنا قوالب الطرت دي، بصي بشكلها جميل جدا في السابليه، بصوا في منها اشكال قلب والورده، وفي ديت البيضاوي شكلها بيبقى حلو جدا في السابليه. وعندي طبعا القطاعات اللي هي القلوب، عندي 3 احجام من القلوب، طبعا اي حجم تحبيه تشتغلي بيه. وعندي وردات برضو 2، وعندي اللي هي الدايره العاديه، وعندي نجمه نقطع فيها جوه كده، وورده برضو لجوه. هنستخدم برضو حاجات كتير كده يعني للتزيين، يعني عشان نعمل اشكال للسابليه بتاعنا. اول حاجه عندي 2 كيسين تلاجه فردتهم كده، حطيتها على الرخامه او الحاجه اللي انا هشتغل عليها، وهاخد قطعه كده من العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا العجينه طيعه وجميله ازاي بين الورقتين الزبده دول. ممكن ايوه دي طبعا انا فاتحه كيس، ممكن تشتغلي على ورقه زبده، او ممكن كمان تشتغلي على المفرش السيليكون، ده او ده هينفع معايا. اجيب كده كيسه كمان واحطها من فوق، وهبتدي افرد العجينه بتاعتي كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، لازم تفرديها على حاجه، يا اما ورقه زبده يا اما كيسه يا اما المفرش، عشان ما تلزقش منك وتتقطع. بصوا فردت العجينه،
حاولي تخليها كلها نفس الارتفاع عشان ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. خلاص كده حبايبي، بعد ما فردتها عندي صينيه مدهونه دهنه بسيطه خالص من الزيت، تدينيها زيت او زبده. وهشيل كده الكيسه بقى، بصوا ارتفاعها قد ايه، بصوا اهو الارتفاع المناسب، بصوا اهو. هعمل ايه بقى؟ هجيب القطاعات اللي عندي، اختار اي شكل يعجبني. مثلا نفترض كده ناخد القلب المره دي، القلب الكبير هقطع منه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا قطعت منه 2. حاولي تقطعي الاشكال جنب بعض علشان تستفيدي بكل حته في العجينه، علشان ايه الهالك ما يبقاش كتير عشان ما ترجعيش تعجنيها تاني. مثلا قطعت شكلين ماشي، انا هخلي واحد مفتوح وواحد مقفول، هخلي قلب فيهم مفتوح وقلب مقفول. مثلا يعني القلب المفتوح هعمل له دايره في النص بأي حاجه بقى. مثلا انا هعمل له هنا بالقمع العادي، البلبله دي بتاعت الورده البلدي، هعمل له ايه دايره كده في النص. اهو يبقى خليت واحد، طبعا انا هعمل كذا واحد بس انا بوريك، يعني خليت واحد مفتوح وواحد مقفول، وهاخده كده بمنتهى البساطه. بصوا جميل قد ايه، وبصوا اهو الارتفاع بتاع العجينه اهو، واحطه في الصينيه عندي. عملت مثلا 5 مقفولين يبقى اعمل 5 مفتوحين، علشان يبقى كل واحده ليها الواحده بتاعتها اللي هتركب عليها. مثلا ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نعمل شكل الورده مثلا كده. برضو لو هعمل ورده مفتوحه يبقى اعمل ورده مقفوله كده. ممكن بقى الورده دي نعمل لها مثلا في النص بالشكل ده، بشكل الورده الصغير كده، بشكل الورده الصغير. وهشيلها برضو واحطها ايه في الصينيه عندي. طبعا اي اشكال عندك. طب ما عنديش اشكال بتاعت السابلي خالص، اشتغل بايه؟ بكوبايه، بالكوبايه، وقطعي وبغطى ازازه او بقمع برضو عندك كده، هعملي دايره في النص. يعني ايه ما توقفيش نفسك على حاجه خالص. ممكن اشكال ايه تاني؟ الطرطات بقى. الطرط نعمل الشكل بتاعه ازاي؟ مثلا يعني الطرط القلب ده انا هجيبه كده كده اهو، واخد منه على شكل قلب، واخد العجينه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهسكنها في الطرط بتاعي اهي، هنزل بيها كده بالراحه على الطرط. عشان تدينا شكل ايه الطرط بتاعنا، وهكذا كل الطرطات هعملها كده اهي. بصوا طبعا هحطها في الصينيه بتتسوى بيها كده. طب لو احنا عايزين نعمل نصهم، نص الكميه ديت مثلا بالشوكولاته، العجينه نفسها هناخد قطعه من العجينه ونحط لها بقى معلقه كاكاو ونعجنها، مش نعجنها طبعا، نقلبها مع بعض كويس جدا لغايه ما كل الخليط يمتزج مع بعضه، ونبتدي برده نشتغل بيها، نسيبها تريح شويه، نبتدي برده ايه نشتغل بيها. العجينه دي طبعا انا هلمها تاني وهرجع ايه اشكلها ونشتغل بيها تاني. ودلوقتي حبايبي شكلتهم، عملت جزء كده بالشوكولاته، خلصت كل الكميه بتاعتي الفانيليا والشوكولاته، وولعت الفرن يسخن قبلها بربع ساعه، وهدخلهم على درجه حراره 170 على الرف الوسطاني، وهما يطلعوا هنشوفهم مع بعض. ودلوقتي حبايبي بعد ما خرج معانا السابليه، بصوا جميل ازاي، بصوا الطرط اللي احنا عملناه، بصوا من تحت تسويته حلوه جدا. بصوا طبعا الطرط دوت لو كبير كنا لازم نعمله بالشوكه كده نخرمه عشان ما يرتفعش ويتنفخ، بس ده صغير يعني مش هيلحق يتنفخ، فعشان كده ما خرمناهوش. بصوا تسويته، بصوا شكله جميل ازاي، وبصوا ده كمان القلب، بصوا الطرط جميل وتسويته حلوه جدا، بصوا تحفه خالص. وده كمان بصوا حلو جدا، والسابلي بتاعي ناعم وجميل،
جميل جدا جدا. بصوا تسويتهم حلوة ازاي، بصوا التسوية. دلوقتي حبايبي بعد ما خلصنا تسوية السابلي بتاعنا، بصوا سويناه اهو، هنعمل ايه بقى؟ هنزينه مع بعض. عندي ايه للتزيين؟ عندي جناش شوكولاتة، وعندي كراميل، صوص الكراميل او التوفي، وعندي نوتيلا، وعندي مربى فراولة ومشمش، وعندي شوكولاتة بيضة مسيحاها على حمام بخار، وعندي سبرينكل ابيض، وعندي شوكولاتة شيبس، وعندي عين جمل ولوز، وعندي شوكولاتة عادية بني مسيحاها برضو على حمام ايه بخار. طبعا اي حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها دي في التزيين عايزة تستغني عنها ما تزينيش بيها عادي خالص، واي حاجة عايزة تزيني بنوع واحد بس مربى او شوكولاتة او كده عادي برضو هيمشي ويبقى جميل جدا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة نبدأ نزين، اول حاجة كده نبدأ نزين الترتات الصغيرة دي، شكلها حلو. انا ممكن ازينها كده بمربى فراولة، بص شكلها حلو ازاي، جميلة خالص. ممكن اللي مش عايز يستعمل نوتيلا ممكن يستعمل الجنيش، هيديله برضو نفس النتيجة بس الطعم هيبقى مختلف. ممكن كمان الترت دوت نحط له ايه جنيش كده اهو، ممكن نحط له بقى هنا مثلا يعني واحدة عين الجمل كده تبقى مع الشوكولاتة شكلها حلو قوي. هنزين بقى اللي هو بالقلب دوت، قلبين كده، واحد مفتوح وواحد مقفول. الاول ايه، انا هزين كل واحد لوحده. بصوا انا هزينه بالمربى، هحشيه هنا مربى مشمش، حاولي تخلي الحشوة في النص كتير شوية عشان هو في فتحة في النص. بصوا خليت الحشوة في النص كتير شوية، وهاجي على الوش التاني بتاعه هعمل ايه، هنزله في الشوكولاتة البيضة. بصوا امسكه كده كده بصباعيني كده وانزله كده، خلي الوش الاولاني بس هو اللي ايه اللي فيه شوكولاتة، واحطه على الوش التاني هبتدي اسكنه حلو. طبعا انا بقول لك افكار وانت تقدري تعملي اللي يعجبك. القلب ده انا هحشيه هنا، ممكن نحشيه نوتيلا، برضو حاولي ايه ان الدهان ما يبقاش كتير عشان ما تيجي تطبقيهم على بعض ما يروحش النوتيلا طالعه من الجنيب. بسكوتيه، وبعدين ايه لو في زياده طلعت نشيلها كده، وبعدين هاخدها كده زي ما هي واروح منزلاها في الشوكولاته البني. بصوا انا هنزلها كده، هخلي جنب واحد بس منها، هو وش واحد هو اللي يبقى فيه شوكولاته. عندي ديت نجوم كنت مقطعاها من ال من منها وانا بعمل يعني من العجينة بشكل النجمة. بصوا شكلها حلو جدا. ممكن ديت بقى نحط لها مثلا سبرينكل كده حاجات تكسر اللون بس. شكلها حلو جدا. ممكن احشيه هنا ايه صوص الكراميل او التوفي. الصوص الكراميل وصوص الشوكولاته ده احنا عملناه مع بعض في فيديو قبل كده، بسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف عشان اللي حابه تعمله، سهل جدا وموفر غير لما هتشتريه من بره خالص. ممكن نحط عليها واحده لوز، لوزايه كده. طبعا انا مفيش حاجه في دماغي، انا اللي بيجي على دماغي كده بعمله معاكم وخلاص. برضو عندي هنا الشكل دوت المدور، هنعمل ايه؟ ممكن هنا احشيه برضو جنيش، ممكن كده برضو نخلي الجناش كتير في النص شوية عشان هو اللي هيبقى ظاهر. بصوا
ولا يبقى ظاهر من القلب. برضو انا هخليه كده وهوريكم هنعمله ازاي، هنزينه ازاي في الاخر. برضو عندي هنا البني ديت، ممكن بقى نعملها ايه بركة، ممكن برضو نحشيها هنا، نحشي نوتيلا مع الشوكولاتة تبقى طعمها احلى. نوتيلا كده، دي هندهنها دهان بس لان ايه دي مقفولين الاتنين كده. ممكن دي برضو نزينها بالشوكولاتة البيضة نص بس كده. ممكن نحط لها بقى وحدات كده من الشوكليت شيبس. بصوا الشكل ده مثلا، برضو ممكن ازينها بسبرينكل او اي. ودلوقتي حبايبي ده شكل السابلي بتاعنا بعد ما زيناه، شكله تحفه جدا، وبعدين طعمه خطير بجد، طعمه حلو قوي وناعم جدا جدا. السابلي دوت يعني من الحلويات بتاعت العيد الجميله جدا جدا، يمكن انا كمان بحبه اكتر من البيتي فور. جميل خالص وناعم وطعمه حلو، وبعدين التزيين بتاعه بيبقى مختلف شويه عن البيتي فور، ويعني شكله كمان مبهج كده، وحاجه حلوه جدا لما تقدم للضيوف في العيد. يا رب يكون طريقتي في عمل السابلي عجبتكم، ويا رب يكون فدتكم ولو افكار بسيطه كده في التزيين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.